تشهد مدينة النجف يعني في هذه الأيام ذكرى استشهاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وبدأ توافد الزائرين إلى المحافظة. وإحنا عندما أعددنا إدارة المحافظة، عندما أعدت الخطة الأمنية والخدمية للزيارة الأربعينية، كان في بالنا استمرار هذه الخطتين إلى نهاية شهر صفر، ولاستقبال الزائرين في مناسبة ذكرى استشهاد الرسول الأعظم في 28 صفر. حقيقة يعني إحنا بالجانب الأمني وبالجانب الخدمي وزعنا كل المهام، وزعنا كل الكوادر البشرية وكل الآليات والجهد العالي المتوفر لدينا سواء بجانبين الأمني والخدمي، وبالتالي شخصنا متطلباتنا بهذين الجانبين وعلى كل القطاعات سواء بالكهرباء أو بالماء أو بالمجاري أو البلديات، وأيضا بالجهد الاستخباراتي والجهد الأمني والجهد المروري، كل اللي يعني منتشر في المحافظة. وعندما زارنا رئيس لجنة الأمر الديواني السيد وزير الداخلية يوم أمس، عقدنا مؤتمرا في قيادة شرطة النجف، واستعرضنا الخطتين وشخصنا احتياجات المحافظة بالجانبين الأمني والخدمي، وفعلا حصل يعني التوجيه بإرسال التعزيزات من بقية المحافظات إلى محافظة النجف الأشرف، وبدأ من يوم أمس وصول التعزيز إلى المحافظة. بدأت الخطتين يعني دخلت حيز التنفيذ، وبدأت ذروة الزيارة يعني بالتزايد. نتمنى لجميع الزوار السلامة والأمان، ونتمنى أن تكون هذه الخطة ناجحة من أجل إحياء هذه الذكرى. بعد النجاح الكبير التي حققته قيادة عمليات الفرات الأوسط في زيارة أربعينية الإمام الحسين، وكل الألوية المباركة وكل الجهد الفني والخدمي والاستخباري والأمني في محافظة كربلاء، وكانت حقيقة مفخرة للتاريخ ما تحقق في كربلاء الحسين، وإن شاء الله يتحقق ذلك جنب أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين في هذه الزيارة المباركة، وهو استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. باشرت قطاعاتنا قيادة عمليات الفرات الأوسط الحيد الشعبي في الانتشار الساعة 600 من هذا اليوم، انتشار القطاعات على المحاور الخمسة ابتداء من الحيدرية وصولا إلى ثورة العشرين، من أبو صخير أو من الديوانية إلى أبو صخير باتجاه النجف، من بابل وصولا إلى تقاطع الكفل، كذلك الحولي وهو حول البحر، تعزيز قطاعاتنا اللي ماسكة 157 كيلو و 250 كيلو في الخط الأمامي على الموضع الدفاعي. أضف إلى ذلك الجهد الفني الكبير للاستخبارات الأبطال والأمن والجهد عسكري ومدني، طائرات مسيرة وأجهزة تشويش وكاميرات تصل إلى 35 كيلو. هذا الجهد المبارك الطيب لأبناء الحشد والألوية التي شاركت في هذه الخطة هذا اليوم هم المجاهدين الأبطال من فرقة الإمام علي ولواء علي الأكبر ولواء صفين ولواء 21 وفوج فجر وقوة من الاستخبارات والأمن والجهد الفني العالي. لذلك نعلن عن بدء الخطة وانتشار القطاعات والتزام بالأوامر وسياقات العمل، العمل المستمرة والتعاون الكبير مع القطاعات في الشرطة الاتحادية وشرطة النجف. لذلك من هذا المنبر تحياتنا لكل الذين دعموا ووقفوا وساندوا الخطة الأمنية والخطة الخدمية، تحياتنا إلى كل مواكب التي انتشرت من الديوانية وصولا إلى النجف، من الحلة إلى النجف، من أبو صخير الشامية إلى النجف، إلى أهل المواكب الأبطال. كل شكرنا وتقديرنا إلى بيوتات النجف اللي أصبحت أيضا هي مضائف ومواكب لاستقبال الزوار، شاكرين العمل والتعاون الكبير إلى كل معاونيات الحيد الشعبي، كل مديريات الحيد الشعبي، لا أريد أذكر بالمسميات مديرياتنا و
مديري المديريات الأبطال جميعا والجهد الموجود في كربلاء جميعا، لا أذكر الأسماء ولا كل معاونياتنا، وأتوب بتوجيه حقيقة من الأخوة رئيس الهيئة الحشد، رئاسة أركان الحشد، العمليات المركزية والمديريات والمعاونيات. وهذا حقيقة أنا أقولها للتاريخ، نشكر الله سبحانه وتعالى. بالأمس كنا جوار الإمام الحسين نخدم زوار الإمام الحسين، ونجاح الخطة كان مفخرة للتاريخ ومفخرة للعراقيين. والآن تنتقل هذه القطعات إلى النجف الأشرف إن شاء الله بنفس الجهوزية وبنفس الاستعداد وبنفس المعنويات، التزاما مع الأوامر التي صادرة من مراجعنا ومن قيادة عمليات الفرات الأوسط. أدعو الجميع للالتزام والحفاظ على سياقات العمل والتنسيق العالي لتمر هذه الزيارة كما مرت بالأمس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تذب هذا اللوم عليها، نعمل فوق التراب الذلة، شي وعيها وشي صاحبة، عافت حدا عقب الهادي، تبعت خداع يغويها، ذمة التاريخ وضعت، خلي يظهر حولا يخفيها، فادعو تاريخ ومن تسبى، فلقد حوره من كتبا، فادعو التاريخ ومن تسبى، فلقد حوره من كتبا، فاليوم قد مات محمد مظلوم فاليوم هل بيك هل تاريخ صفح ماضية، نكشف أسرار المخفية، لأجل أقلام المجورة تحرف هالصفحة الفكرية، خلنا ننشد كتابة ونسأل عد من معنى الإنسانية، عد من معنى الإنسانية، من هول كان شيف دافع، من هول كان شيف دافع عن الأهداف قدسية، لعلي كم حق سلبا، قم واسأل عن فدك غصبا، لعلي كم حق سلبا،
قم واسأل عن فدك غصبا. فاليوم مات محمد المظلوم الخالق. فاليوم يا الله محمد مظلوم الخالق. إن مات محمد أو حبك ألا تنقلب القوم وتمر عليك. إن مات محمد أو حبك تنقلب القوم وتمر. فاليوم تاريخ صفح ماضية نكشف أسرار المخفية ليشل أقلام. نعزي المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والناس على نحو عام بهذه المناسبة الأليمة ذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التي يتوافد فيها عدد كبير من الزائرين ومحبي الرسول العظيم. هذا العدد هو عدد مليوني في السنوات السابقة والمتوقع كذلك، لكن في هذه السنة يتوقع زيادة أكثر من السنوات السابقة وهو ما ملحوظ. لذلك شكلت العتبة العلوية المقدسة غرفة عمليات مختصة وتعنى بهذه الزيارة من أجل توفير انسيابية وخدمات أفضل للزائرين. تضم هذه الغرفة رؤساء أقسام تشكيلات العتبة وعدة برنامج بشقين. الشق الأول هو خدمي كما تفضلتم، يتناول في دواخله توفير مساحات واسعة على الامتداد المؤدي إلى ضريح الإمام علي عليه السلام، فضلا عن فتح أروقة ذات مساحات وإمكانات عالية في صحن فاطمة الزهراء عليه السلام بطوابقه المتعددة، وهو يتسع لأعداد كبيرة جدا وفيه مرافق خدمية كثيرة جدا، وكذلك استثمار المناطق القريبة من الصحن الشريف مساحات، زيادة في عدد الآليات التي تقل الزائرين إلى مناطق قريبة من الزيارة، يعني حركة كبيرة وملحوظة في الآليات. وهناك برنامج خاص للضيافة لضيافة الزائرين الكرام. هذه الضيافة تقدم من قبل مضيف أمير المؤمنين عليه السلام، وكذلك هناك أماكن ثابتة ومتحركة لتقديم الضيافة وبأعداد كبيرة لثلاث وجبات. وفضلا عن بقية الخدمات التي إن شاء الله ستقدم، وفي مقدمتها ربما هي توفير المياه الماء البارد وكذلك أماكن متحركة وثابتة، فتحت أماكن ثابتة للوضوء وكذلك هناك أماكن متحركة. الجانب الآخر من البرنامج هو الجانب الثقافي، وهو أيضا خدمة إلى الزائر الكريم الذي يتغذى روحيا من أخلاقيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغية أن يحول هذه الأخلاقيات إلى سلوكيات، فيستثمر المنبر في بث هذه الفضائل والأخلاقيات، كذلك محافل قرآنية وندوات متعددة في المجالات الفكرية والثقافية. نجدد العزاء لجميع الناس وللإمام المهدي عليه السلام بهذه المناسبة، وندعو الله عز وجل للزائرين الكرام لجميع الناس بالخير والسلامة والتوفيق. نعزي الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف والمرجعية الدينية الرشيدة بذكرى وفاة منقذ البشرية سيد رسول الله صلى الله عليه وآله النبي الخاتم سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا النبي الأمي الطاهر العظيم الذي فضله الله على جميع خلقه تفضيلا بينا، نجد اليوم في مدينة أمير المؤمنين
مدينة نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، مدينة علي بن أبي طالب، ها هم زوار أمير المؤمنين يقصدون من بقاع الأرض لزيارة أمير المؤمنين الذي هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، وذلك لأنهم يجدون في شخص علي بن أبي طالب هي الصفات عينها الموجودة في شخص رسول الله صلى الله عليه وآله. فحينما لم يستطيعوا الوصول إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله زاروا قبر أمير المؤمنين، لأنه كما قلت نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. وإن شاء الله هذه الحشود المليونية القادمة لهذا المرقد الطاهر، مرقد أخ رسول الله صلى الله عليه وآله، حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله، ما هو إلا نصر للإسلام والمسلمين، وأيضا تجديد البيعة لقائد الأمة الإسلامية الإمام الخالد المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فندعو من هذه في هذا اليوم المبارك، في هذه الزيارة المباركة، أن يمن الله تعالى على المسلمين بالنصر الأكيد، وأن يدفع البلاء عنهم بحق محمد وآل محمد. نعزي صاحب العصر والزمان والمراجع العظام بهذه المناسبة الأليمة، ألا وهي استشهاد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. نحن اليوم نرى الجموع الزاحفة إلى كعبة الأحرار، إلى سيد المحجلين، إلى قائد الغر المحجلين، أمير المؤمنين، شهيد المحراب عليه السلام. الآية القرآنية اللي هي آية المباهلة، حيث قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم: تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا ونسائنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، إلى آخر الآية. بعد هي بها دعاء، ما أريد الدعاء، أريد فقط أنفسنا وأنفسكم. الآن لو يسأل سائل يقول إن الزيارة هي تعظيم الشعائر للنبي صلى الله عليه وآله، فما هو ارتباطها بين الرسول وبين أمير المؤمنين عليه السلام؟ من الآية القرآنية المباركة نستخلص أن الله عز وجل مثل أمير المؤمنين بنفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمعزى هنا عندنا أمير المؤمنين عليه السلام في استشهاد النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك كل زيارة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم نحتفي عند أمير المؤمنين عليه السلام من خلال آية المباهلة أنفسنا وأنفسكم، لأن نفس النبي صلى الله عليه وآله هو أمير المؤمنين عليه السلام. فهذه الزاحفين الذين أتوا هذا اليوم وغدا، لأن 28 هو استشهاد النبي. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل، مصابنا برسول الله صلى الله عليه وآله. في هذه الزيارة ذهب قسمنا، قسم المراقبة واتصالات، حاله كحال بقية الأقسام بالاستنفار لكافة الجهود لتقديم مختلف الخدمات المتنوعة لزوار أمير المؤمنين سلام الله عليه. على الطرق المؤدية إلى أمير المؤمنين تم نصب موقف تقدم فيه مجموعة من الخدمات، اللي هي خدمة الاتصال المجاني وخدمة الشحن وخدمة صيانة الهواتف لزوار أمير المؤمنين سلام الله عليه. كذلك تقديم خدمات أخرى متنوعة لأقسام العتبة مثل رفدهم بالأجهزة، وكذلك التنسيق مع أقسام العتبة لتعزيزهم بمعدات الاتصال والدعم اللوجستي، بالإضافة إلى تكثيف جهود المراقبة والاتصالات في هذه الزيارة المباركة، وتقديم كل التسهيلات التي تؤدي إلى ضمان أنه انسيابية الزيارة، بالإضافة إلى تعزيز نقاط التي لم تغطى من قبل بكاميرات مراقبة لكي يكون الزائر في مأمن عند وصوله إلى مقام أمير المؤمنين سلام الله عليه. نسأل الله التوفيق في هذه الخدمة لنا ولجميع خدام أمير المؤمنين وجميع خدام الحسين ببركة محمد وآل محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اليوم من مدينة أمير المؤمنين النجف الأشرف، المسلمون وشيعة علي بن أبي طالب يحيون ذكرى استشهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المصادف يوم 28 صفر. حاليا كما ترون أن الوفود
المليونية تتوافد لحرم أمير المؤمنين سلام الله عليه الخطة الأمنية باشتراك القوات الأمنية وقيادة عمليات الحشد الشعبي وعمليات أمن الحشد في النجف مستمرين ولحماية الزائرين وتقديم الخدمات لهم بفضل الله سبحانه وتعالى. آلاف الزائرين يتوافدون لحرم أمير المؤمنين سلام الله عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على عراقنا الحبيب بالأمن والأمان وأن يرحم شهداءنا شهداء العراق وبالخصوص شهداء الحشد الشعبي وأن يشافي جرحانا وأن يرحم شهداء قادة النصر. أما بخصوص قطاعات عمليات الحشد الشعبي في النجف الأشرف فقد باشرت بواجبها المقدس حماية الزائرين من يوم 10 صفر ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وإلى يومنا هذا. هذه المناسبة الأليمة ذكرى استشهاد رسول الإنسانية الرسول محمد قامت العتبة العلوية قسم السلامة المهنية التابع للعتبة العلوية بإنشاء مفرزة استراحة الكرار عمود 99 طريق مناظرة نجف، وهذه المفرزة الطبية مستمرة بتقديم الخدمات التمريضية والصحية والطبية لكافة زائري مدينة أمير المؤمنين عليه السلام المعزين بهذه المناسبة، والخدمة مستمرة من يوم 10 صفر لحد انتهاء الزيارة الأربعينية واستمرارا بزيارة رسول أغلب الحالات اللي تراجع المفرزة الطبية، حالات الإنفلونزا، حالات السعال، حالات الارتفاع بالضغط، حالات ارتفاع السكر وبعض الأمراض المزمنة. احنا اليوم نعبر عن هاي الخدمة الحسينية، احنا الحمد لله والشكر استراحة الكرار مستمرة في تجهيز الزوار في منواح الصفر. نبدي بالتجهيز الموجود عندنا احنا هنا، الحمد لله والشكر الريوق موجود عندنا تقريبا نوعين، عندنا الغداء موجود، عندنا القص موجود، يعني جميع المستلزمات الزائر اللي يحتاجها من أكل من طعام من صحة هنا موجودة باستراحة الكرار. نخدم عمرنا كله، نذبح عجول، نذبح طليان، نسوي كل شيء، ولحب حالة للسير نسوي خبز لحم وعصيرات وأشكال. شاش عدنا غيرهم، شاش عدنا غيرهم، هم وسيلتنا، هم شاش عدنا غير أهل البيت، ما عدنا غير أهل البيت، الله وأهل البيت، ما عدنا غيرهم، شاش عدنا احنا عقبهم وانت تايهين. هو فلوس يوديني بابا عبد الله، يوديني فلوس، انا من الشهيد وراتبه اسوي. نعزي العالم الاسلامي ومراجعنا العظام بذكرى استشهاد الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم، ونقوم بهذه الخدمه من يوم 26 لغايه 28 نخدم الزوار على طريق يا حسين، طريق حسين كربلاء. بالامس كنا نخدم زوار الامام الحسين على طريق نفس الطريق، وهذه الخدمة مستمرة اليوم الثالث على التوالي. قبل يومين كنا نخدم نفس هذه الخدمة من يوم 10 صفر لغاية 20 نقدم هذه، تشوفونها قدامكم. وأنا دحب أقدم كلمة خاصة للعرعور ومقدم صفا، يقول يجب إزالة كربلاء والنجف. نقل له هذه زوار الإمام علي والزوار الإمام الحسين بالأمس بالملايين. أين جدك يزيد وزوار؟ أين جدك معاوية؟ انظر إلى زوار الإمام علي وزوار الإمام الحسين مستمرة من يوم 10 إلى حد الآن، وهاي زوار الأمير المؤمنين وأتباع رسول الله وأنصار الحسين بالملايين، وافدة إلى الإمام علي تعزية بذكرى استشهاد الرسول عليه الصلاة والسلام. المن طالع بهالليل تمشي إذا لحسين هو إيش ظل بيحسين، المن رايح إيش تلقين منه يا زينب والحوافير طشرنه، خاف وين ما تعرفين أو تتيهين إذا لحسين هو إيش ظل بيحسين. رايح المن يا الغريبة بالظلام وهالتلول، ألف سيفي ألف جثال بينتي وبين تحول، بينتي وبين تحول، شنه تلقين من خيج ضال سالم حتى قول
ضعاف الله بالحوافر وين تلقين الخيول وين تلقين الخيول أخيك داست الخيل على صدره يا زينب طبقا نضلو على ظهره كل وصلة بنوية لكبري الغضرية شامين جسم أخوتي شراح تلقيه إذا لي حسين هو شضال بيحسين.